شلون سويت غلطة already؟ شلون حتى ما بديت سويت غلطة؟ okay not bad. كيف الحين صار very bad؟ oh my god شو قاعد أسوي؟ oh my god شو قاعد أسوي؟ oh my god شو قاعد أسوي؟ oh my god. ما أدري ليش يعني أعرف إني قاعد أسوي شيء غلط بس مو قادرة أوقف نفسي. شخباركم معاكم يارا. انا وايد مستانسة حق فيديو اليوم لانه واحدة من الميك اب ارتست المفضلة اللي عندي شهد ناصر انطرشت لي مسج على الواتساب وتقول لي انه تبيني اقلد ميك اب لوك من الميك اب لوكس اللي سويتها. شهد ناصر واحدة من ماي ميك اب ارتست المفضلين لانها وايد مبدعة ما تخاف انها تحط الوان فاقعة وبعد ما شاء الله عليها شغلها وايد حلو. انا دائما اشوف فيديوهاتها على اليوتيوب فلا تنسون تسوون لها سبسكرايب بحط كل الديسكربشنز تحت في صندوق الوصف. هذا اللوك جدا فني فقبل لا نبدي خلنا نسمع الفويس نوت اللي انطرشت لي اياه. اوكي سو انا هلا بعتلك صوره بعتلك اللوك اللي انا بدي اياك تقلديه هو الباترفلاي لوك. متأكدة انت رح تسوي بجنن رح تسوي كتير حلو وكتير متحمسه للفيديو. اوكي جايز انتوا سمعتوها انا بقلد الباترفلاي ميك اب لوك لوك الفراشه شكله وايد حلو ولطيف وانا وايد احب اني اسوي هاللوكات فجاهزه. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام على التيك توك واذا تبون تشوفون شلون هذا اللوك بيطلع كيب واتشنج. يلا خلينا نبدي ويا الفيديو. سو لحظه ابي اشوف الفيديو مره ثانيه. فاول شيء ما شاء الله عليها شهد جميله 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 ما شاء الله. قبل لا ابدي لازم اسوي حواجبي نفس حواجبها. حواجبها مستقيمه وبعد فيهم يعني فيذرد لوك فراح استخدم البريسايسلي ماي براو بنسل وبعدين باخذ ال 24 اور براو سيتر. فنفس كل مره نمشط حواجبنا على فوق اول شيء عشان نشوف الفراغات الموجوده ونعبيهم وببدي ارسم الشكل. الحين بنتقل لفوق الحاجب. جدا سهل انك ترسمين شكل مستقيم حق حواجبك بس تاكدي انك تكسرين او تعبين القوس زين وترسمين خط سيده. وبعدين انا دائما احب اني ادخل بالكونسيلر وانظفه اكثر عشان احصل لوك محدد جدا. شكلكم بالفصحى اليوم محدد جدا ما عرفت نفسي. ومن فوق نفس الشيء بس تبين تملينه ترسمين الشكل. عقب ما رسمت الشكل الحين باخذ البوينت الكونسيلر عشان انظفه واحدده بزياده. فبس بحط هالكثر خط صغير. حاولوا انكم ما تقربون وايد من الحاجب عشان ما تصبغون الحاجب بالكونسيلر. وبعد من فوق انا الحين بستخدم الكونسيلر نفس لون بشرتي. زين اخذ فرشه صغيره وابدي اني انظف. نكست باخذ ال 24 اور براو سيتر وبمشطه في حواجبي. بمشط حواجبي على فوق بهالطريقة وعلى برا بس اكثر شيء بركز فيه بداية الحاجب. اوكي جايز الحين جاء وقت الرسم. انا مو برسامة بس يعني احب اني اسوي هاللوكات فالله يستر ان شاء الله خير. خلينا نشوف فيديو شهد ونشوف المقطع اللي تبدي ترسم فيه. فاللي قاعدة تسوي شهد الجميلة الحين انها قاعدة ترسم بالايلاينر شكل الفراشة. انزين فنسوي هاي اول خطوة. طبعا انا بستخدم رولر لاينر عشان اسوي هذا اللوك. فبدت من تقريبا هني حطيت نقطة ورسمت حدود الفراشة لين النهاية لين هني ونقول بسم الله. وانتو تسوون لوكات نفس هذه لا تفكرون بس سووا. فأنا ما بفكر بس برسم. اوكي يلا بسم الله. فكذي نرسم أول جناح. شلون سويت غلطة أوريدي؟ شلون حتى ما بديت سويت غلطة؟ أول جناح رسمنا أول جنحة أول جنح أول جناح وننتقل لثاني واحد. اوكي بس من هني احنا بس رسمت الحدود الحين بغمق الأجنحة. اوكي كيوت هذه زينة هذا شكله. اوكي زين اول واحد. واو 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 يا رش قاعدة اسوي anyways بنعدله. وبعدين رسمت الانتنا رسمته بهالطريقة انه لوب. زين عقب دويرة صغيرة كذي. طبعا يعني ما راح يكون 100% بالضبط نفس الشيء. اوكي بنعدلها بنعدل كل شيء. اوكي نكست شهد قاعدة ترسم تفاصيل يعني دويرات داخل. اوكي نسوي اول واحد بهالطريقة ما ادري ليش هو كذي يعني. انا فيني امل انه في النهاية بيطلع حلو فيعني trust the process يعني كونوا واثقين في البروسس. اوكي كذي نخليه. اوكي وبعدين رسمت واحد ثاني فوقه واحد ثاني فوق. فشهد ما شاء الله يدها وايد ثابته تعرفون. فا اوكي عشان كذي رسمته عشان تلونه بعدين. كنا اللي انا سويته وايد بيطلع ثيك. اوكي ما عليه ما عليه. فالحين اللي بسويه بس بغمق الخط الاولاني هذا الحدود اغمقها. اوكي نوت باد الحين صار فيري باد. كنا كان المفروض اني ارسم باترفلاي اكبر.
حلو، اوكي، فانا اللي سويته كلش غلط. واو، انا اللي سويته كلش غلط. فشهدت هاي تراسم، تعرفون شنو، بسوي فريستايل مره ثانيه. برسم واحد ثاني هني لان شهد مالتها قريبه على بدايه الفراشه، واشبكها بالحد. فيعني هاي فريستايل، تعرفون ان تقدرون تسوونه بطريقتكم انتو. اذا سويتوا غلطه ما عليش، بعدين بتعدلونها. والحين نرسم الخطوط كذي. اوكي اتس جيتينج كيوت، قاعد يصير كيوت شوي. نرسم الخطوط هذولين، اوكي، نغمقهم، وبعدين بدي نرسم نفس الاوراق كذي، يعني اوراق النباتات. نكمل، ما في مكان اللي اكمل. ليش رسمتها هالكبر؟ اتس اوكي، اصغره، اغمقه، واسوي واحد ثاني. هذه طلعت زينه، هذه اوكي، هذه اوكي، هذه اوكي. الحين قاعده تكمل انها ترسم 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 فوق الحاجب، تسوي هاي الاقواس اللي قاعدين نرسمها الحين، قاعده تسويهم فوق بعض كذي، تسوي طبقات. زين، ابي اغمق هذا شويه عشان يناسب الثاني. احشي في الرولر لاينر كثر هو لونه اسود. الحين بس بكمل ويا هالاقواس، كل ما تسوونه كل ما يكون اسهل واسهل ترى. اوس كيوت، اتس كيوت، قاعد يصير كيوت. بس اللي مو عاجبني هذا، هاي النقطه، شنو هذا؟ اذا تبون الصج وايد سهل انكم تسوونه، ما اخذ وقت بالمره. انزين، فاذا تبون تسوون لوك كرييتيف، لوك فني، انصحكم انكم تشوفون توتوريال شهد. فبس قاعدين نلونه بزياده. او ماي جاد، ايش قاعده اسوي؟ او ماي جاد، ايش قاعده اسوي؟ او ماي جاد، ايش قاعده اسوي؟ او ماي جاد، سويت شيء كلش ما له داعي. يارا، ليش 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 كذي سويته؟ ما ادري ليش، يعني اعرف اني قاعده اسوي شيء غلط، بس مو قادره اوقف نفسي. يعني نوب نوب نوب، قاعده اعقد الامور بزياده. لا تسوون اللي انا سويته. اعطيني كم دقيقه برجع لكم. احس انه وصلنا هاي المرحله اللي لازم نسوي فريستايل، فكذي بس بوصلهم وبلونه. ما ادري ليش انا وحده احب اني اتفلسف. شوفوا ايش يصير اذا تتفلسفون وايد. ونكمل ويا التوتوريال الحين اللي قاعده تسويه شهد، انها قاعده تلون الفراشه من داخل، واختارت لون وايد حلو، ازرق على تركواز. فانا بسوي شويه فريستايل في الموضوع. شهد فراشتها لونها زرقاء، انا بخليها ورديه حقي عشان بنفت. فاول شيء عشان اللون يطلع فاقع اكثر ويتم مده اطول، باخذ البروفيشنال سوبر ستر وبرشه على الفرشه. وهذه حيله انا وايد انصحكم تسوونها اذا تبون الاشاد يطلع فاقع اكثر. وبدي الحين اني الون الفراغات الموجوده. برجع مره ثانيه بالايلاينر بعدين عشان اغمق الحدود. اللون وايد كيوت، شهد لونتهم كلهم. فهاي اللي انا بسويه، باخذ الرولر لاينر مره ثانيه وبغمق الخطوط. اوه فشهد غمقت كل شيء، وخذت ايلاينر لونه ابيض، سوت نقط على الجناح. انا اللي بسويه باخذ دبوس شعر، وبستخدم بستخدم الدويرات، وحطيت عليه فيس بينت ابيض، وببدي احط نقط على الفراشه. كل الغلطات اللي اسويها الحين بعدلهم بعد شوي. هاي احلى شيء في المكياج وفي اللوكات الفنيه، انك انت صدق تقدرين يعني تسوين اغلاط وتعدلينها. نفس كل شيء في الحياه. الله، ايش رايكم فيني؟ تعرفون شنو، بحط واحده هني لان النقطه كلش مو عاجبتني. كذي خلصنا الفراشة. انتوا قولوا لي رايكم، انا صراحة وايد حبيت الفراشة اللي سوتها شهد. حاولت اني اسوي شيء غير شوي لاني حطيت وردي. خلينا نكمل ويا التوتوريال الحين، لان شهد بتسوي عيونها بعد. اول شيء شهد رسمت اي لاينر واستخدمت الرولر لاينر تبع بنفيت كوزمتيك باي ذا واي. فانا بسوي نفس الشيء، برسم لي اي لاينر، وهي ركزت اكثر شيء في الطرف الخارجي ورسمت كنا مثلثات على برا. عقب ما نرسم الايلاينر نحط نفس اللون اللي حطيناه داخل الفراشه تحت عيوننا. وايد حب اللوك، كل ما اشوف نفسي استانس، اللوك جدا كيوت. فشهد حطت لون شي اخضر في الطرف الداخلي من كسره العين، فانا بحط لون وردي فاتح. فنفس ما سويت شهد، ركبت رموش وحطيت بلاش، باخذ الكوكي هايلايتر ونفس ما هي سوت بالضبط بحطه على طرف خشمي. طريقه كيوتيه. وبعد لاحظت انها حطت في الطرف الداخلي من عينها ونزلتها على تحت. خذيت الكوكي بصبعي وبطبطبه تحت عيوني. اوكي جايز، الحين ناخذ الايلاينر مره ثانيه نفس ما سويت شهد، وضافت حركه اخيره من نهايه الايلاينر، رسمت كذي سويرلي نفس ما قلنا ما نفكر بس نسوي. واو
حطيت قطعه ستراس في النهايه لانكم تعرفوني ما ادري ايش فيني اليوم، بعرف عشان ارسم نقط. عشان اكمل اللوك باخذ كاليفورنيا كيسن بالدرجه فوشيا واحطه على شفايفي، وكذي خلصنا ويا اللوك. اوكي يا جايز، ان شاء الله عجبكم اللوك. انا صراحه وايد عجبني، انزين احس ان شكلي وايد كيوت كل ما اتحرك تشوفون ستراس. الفراشه شوي لخبطت فيها بس اتس اوكي، نفس ما قلت كل شيء يتعدل في المكياج. انيويز شهد ان شاء الله عجبك اللوك، طبعا يعني اللوك مالك وايد حلو، فيعني ان شاء الله وصلت نفس الليفل يعني تقريبا. لا تنسون تتابعون شهد على كل شيء، بحط كل مواصفاتها في صندوق الوصف. وبعد اذا في اي ميك اب ارتست انتم تحبونه او تبوني اقلد مكياجهم قولوا لي عشان اكلمهم واقلد مكياجهم. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.